بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قولوا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. في الآية التي قبلها يقول: ومن يعتصم بالله. في هذه الآية يأمر بالاعتصام بحبله، وحبل الله قيل هو الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، وقيل الاعتصام بحبل الله، المراد بحبل الله القرآن، وقيل المراد به الإسلام، والكل حق، فإن حبل الله يشمل القرآن والسنة. والحبل في اللغة عبارة عن السبب الموصل إلى المقصود، فالسبب الموصل إلى المقصود هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمسك بالإسلام ولزوم جماعة المسلمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقوله صلى الله عليه وسلم: تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا في صلاح العقيدة وهي الأساس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا فيه الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله، وأن يكونا هما المرجع للمسلمين. فإذا توحد المعبود وهو الله جل وعلا، وتوحد المصدر والمرجع وهو القرآن والسنة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذا فيه لزوم جماعة المسلمين. فاجتمعت الفوائد الثلاث في هذا الحديث، وهي توضح قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقوله جميعا هذا حث على الجماعة والاجتماع بين المسلمين، ونهي عن التفرق والاختلاف. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لما أمر بالاجتماع على الاعتصام بحبل الله جل وعلا، نهى عما يضاد ذلك وهو التفرق، تفرق في الاعتقاد، تفرق في الجماعات، الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، هذا كله من التفرق الذي يفضي إلى الهلاك. والتفرق في أما التفرق في الآراء والاجتهادات الفقهية فهذا أمر واقع وضروري ولا محيد عنه، لأن العلماء يجتهدون طلبا للحق ونظراً في الأدلة، فيختلف تختلف آراؤهم بحسب ما آتاهم الله من المدارك، وكلهم يريد الحق، لكن منهم من يصيبه ومنهم من لا يصيبه، ولكن نية الجميع هي إرادة الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
والاختلاف في المسائل الفقهية إن أدى إلى تعصب فهذا هو التفرق المنهي عنه، وإن لم يؤدي إلى التفرق وإنما يكون مطلوب الجميع هو الوصول إلى الحق، فإذا تبين الدليل من الكتاب والسنة وجب الرجوع إليه ونبذ الخلاف، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالكتاب والسنة ينهيان النزاع حينما نرجع إليهما ويتبين الدليل مع أحد المختلفين في الرأي، فالواجب على المخطئ أن يرجع إلى الصواب. وكان العلماء قديما وحديثا يختلفون ولا يكون بينهم تفرق ولا يكون بينهم عداوة، بل هم إخوة، فهذا الاختلاف في الاجتهاد لا يؤدي إلى محذور إلا إذا صار معه تعصب للآراء. أما التفرق في العقيدة فهذا هو الذي يفرق الجماعات ويفرق الناس، والحزبيات والجماعات المختلفة هذا هو مما نهى الله جل وعلا عنه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالواجب الاتحاد على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لاح الدليل مع أحد المجتهدين يجب الرجوع إلى الدليل ونبذ القول المخالف للدليل. هذا هو شأن أهل السنة والجماعة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.